فالاداره عملت دورها، جابت المدير الفني للتعاقد. الدور الثاني اللي هو بيتطلب من الاداره، اللي هي سرعه التفاوض مع اللعيبه، زي الفيديو اللي انت هتذاعه من شويه، ان هو بيتفاوض مع اللعيبه، واحنا شاريين اللعيبه، اللي عايز يجدد يجي ويقعد، وفي مراحل تفاوضيه يعني. فده دور الاداره من هنا انتهى. عملت اللي عليها. عملت اللي عليها، بس في دور متابعه. الاداره بتتابع بعد كده، بتتابع، بتشوف ايه الاحداث اللي هتحصل، مين عايز يجدد، الاسعار ايه، دي حاجات مش بتاعتنا احنا نتكلم. في الادوار الفنيه، الادوار الفنيه دي بتبقى مدير فني والجهاز اللي معاه واللعيبه، طبعا لعيبه نادي الزمالك. انا يعني ايه، كل التوفيق لفيريرا، وانا واثق ان هو هيغير حاجات كتير جدا. وواثق ان هو مش هيظلم حد، وواثق ان هو هيغير من تكتيك الفرقه ومن اسلوب لعب الفرقه، وهيبقى فيه التزام سواء داخل الملعب او خارج الملعب، ودي شيء مطلوب وهو متميز فيه. وفيريرا مدير فني يعني اللعيبه بتحبه، وفي نفس الوقت بتعمل له حساب. صحيح. ودي قيمه المدير الفني كويس، ان اللعيبه بتحبك بس وقت الجد، عارفه ان المدير الفني دوت وقت ما قادر على اتخاذ اي قرار، لو حس ان في حاجه بتضر مصلحه الفرقه هيتخذ هذا القرار. فاحنا دعنا ننتظر ما ستصفر عنه الايام القادمه، لكن انا برضك بقول ايد لوحدها عمرها ما تسقف. صحيح. الاداره عملت شغلها، اوكي، دلوقتي في دور مدير فني على مستوى عالي ولعيبه. فيريرا لا يحمل العصا سحريه ولا مصباح علاء الدين. عشان ينجح هينجح باللعيبه، واللعيبه عشان تنجح هتنجح بمدير فني قوي اللي هو فيريرا. فاتمنى طبعا، انا بثق في الراجل دوت، واتمنى ان شاء الله الايام الجايه تبقى ايام خير كلها على نادي الزمالك. وبقول للناس الدوري لسه طويل قوي، يعني في اوله، وعندنا ماتش بكره بدايته مع الجونه، وعندنا يوم الجمعه اول بدايه ماتشاتنا الافريقيه ان شاء الله، هيكون مع الوداد يوم الجمعه، عندنا 3 ماتشات في افريقيا مهمين جدا. لكن ان شاء الله انا يعني متفائل بوجود هذا الرجل فيريرا. بس زي ما قلت لك لازم يبقى فيه مسانده، الاداره مسانده. المهم اللعيبه بقى ان شاء الله تكون مركزه وتساند، وانا واثق بكره ان لعيبه نادي الزمالك هتعمل ماتش كويس قوي بكره قصاد الجونه. قصاد الجونه ليه؟ كله عايز يعرض نفسه على المدير الفني، حتى الناس اللي ما اتدربتش مع مستر فيريرا اكيد يتحكى لهم من اللعيبه قبل كده ان الراجل ده كويس، الراجل ده مدير فني وبيتعامل نفسي كويس، وقدراته البدنيه كويس والفنيه كويس، ومش هيظلم حد وهيدي فرصه وهيطور مستوى لعيبه. يعني في لعيبه ممكن الفترات اللي فاتت دي كان مستواها مش كويس، انا اثق ان مستر فيريرا هيعمل تطوير في بعض اللعيبه، وهتتفاجئ في بعض اللعيبه كانت هي اللي بتلعب بس في تطور في ادائها ومستواها، لان هي دي مهمه المدير الفني. صحيح. مش اللي هو يحط التشكيل بس او التغيير، لا، تطوير الاداء نفسه يعني. فبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله.